صوبنا، يعني اللون كان بيض، ها هو قدام عينيكم، يعني كل شيء قدام عينيكم، اللون ديالها كان بيض. ومني تبرمات وخرجت مع خرجت الوسخ السلام عليكم زوينة ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم تبرمه العيد، واول حاجه غادي نقولها مبروك عواشركم، يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه، وباش ما كنتمنوا ان شاء الله يا ربي مبروك عواشركم البنات. كنسلم عليكم وكنسلم على الجاليه المغربيه ديالنا، على المصريه، التوانسه، الجزائر، اي وحده متبعاني من اي دوله كنسلم عليها وكنبارك ليها العواشر. ومرحبا بكم الى كنتوا اول مره كتشوفوني، دوروا شويه في القناه، شوفوا القناه لعجباتكم، تابوناو وفعلوا لي الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. كما قلت لكم البنات جبت لكم تبريمه زوينه، تبريمه خطيره غادي ديريها للجسم ديالك. مي قبل غادي نقولك ان هاد التبريمه هادي راها غير ديال الجسم ماشي ديال الوجه، تبعوا معايا الهضره عفاكم مزيان باش بلا ما تبقاو تسولوني في لي كومونتير فاطمه زهراء واش نقدر ندير الوجه ماشي ديال الوجه، لان دايره فيها واحد المكون صراحه اللي ما كنصحش ان البنات يديروه لوجههم. وجامي تلقايني حاطه لك وصفه يعني فيها هذا المكون هذا ونقول لك اختي ديريها لوجهك، لا جامي، ممكن ديريها لسنانك اه مي الوجه لا، وحاطاها في وصفات ديال السنان. ومع ذلك كنقول لكم ما ديروهاش دائما، ديروها غير مره ولا جوج في الاسبوع. المهم تبريمه يا البنات خطيره خطيره خطيره، غادي تردك هكا كتشعلي، معروف يعني هكا ملي كيكونوا العواشر كندورو شويه براسنا، كنمشيو للحمام، كننقشو، كنصوبو شعرنا وكلشي، واخا كاين هاد الجو هكا ديال المرض والوباء وهذا وهذا، وانما يعني هاد الاجواء ديال العيد ما كتغيرش. كناخذوا صفاف جداد، كناخذوا امواس جداد، كناخذوا معين جداد، حتى حنا كنبغيو ندورو شويه بالحاله، كاين اللي كتنقوش، كاين اللي المهم اي وحده وشنو كدير. والناس يعني البنات هذا اللي كيبغيو يهتموا بالجسم ديالهم هاد التبريمه راها ليك اختي، فتبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر هكا باش تشوفي المكونات، وان شاء الله يا ربي انا متاكده غادي يعجبوك، ان شاء الله يا ربي غادي تجربيها وغادي تشكريني اكيد. بلا ما نطول عليكم نشوفوا المكونات ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله. اذا البنات بالنسبه للمكونات ديال الوصفه ديالي غادي نحتاجوا 4 حتى 5 ديال المكونات بساطين كاينين في الدار زوينين. اغلبيه الوصفات كنستعمل هاد المكونات هادو اللي هما معلقه ديال النيدو البنات، من يعني نيدو انا كنصح به يعني من اقوى مبيضات الجسم او لك يفتح لون البشره. وعندي هنا معلقه ديال الشوفان او الخرطال، تا هو كنستعملو بزاف صراحه في التبريمه هادي. عندي هنايا الخميره ديال الخبز، الخميره المعجونه، البنات اللي يسولوني على الخميره الفوريه واش يستعملوها، اه ممكن تستعمليها. وعندي هنايا الخميره ديال اولا الخميره ديال الحلوه، هذه هي المكون اللي هضرت لكم عليه، قلت لكم ما يمكنش ديروا هاد التبريمه لوجهكم حيت فيها هاد المكون هذا. بالحق الا ما بغيتيش ديري خميره ديال هادي ايديال وبغيتي تستعملي التبريمه لوجهك استعمليها ماشي مشكل. وغادي نخلط بالماء ديال الورد، ممكن تعوضيه بماء عادي، ممكن ديري الحليب اللي بغيتي. غادي ناخذ بسم الله على بركه الله، نخلط المكونات ديالي بحال هكا. لا عندك سواد في الرقبه او لا سواد، بزاف البنات كيسولوني على يعني ركابي والمرفقين وداكشي عندهم فواحد اللون اللي كحل، فبقاو ديروا التبريمات البنات، راه التبريمات يعني كيكون قوى من الماسكات فريمون زوينين. شحال هذه صراحه ما درت لكم اولا ما حطيت لكم التبريمات هنايا في القناه كما كتشوفوا. التبريمه اللون ديالها غادي يكون في الابيض، بالحق مني كديريها اللحمك وكتبرميها كيتغير ليها اللون. صافي غادي ندير الماء ورد على حساب الخليط ديالي بحال هكا، نحاول انني نمزج، وراها كتزيد حتى في يعني كتنفخ شي شويه لعندك يعني بحال هكا ليديدات ديالك ضعافين كتزيد شويه في الحجم. صافي غادي نخلطها، خصها تكون خفيفه شويه وما تكونش عاقده. الا ما عندك شي مكون ممكن انك تستغني عليه ماشي مشكل.
ها هي كما كتشوفوا. ها هي دابا غادي ندوز باش نطبقها على يديا ان شاء الله. وما تنساونيش عفوكم البنات بلي لايك ديالكم، شجعوني ودعموني باللايك ديالكم. ها هي التبريمه كتجي بحال شكل الكريم كما كتشوف. خليكم معايا دابا الغزالات ديالي، انا رجعت معكم بعد ما شفنا التبريمه ديالنا. كما قلت لكم الشكل ديالها كيكون كريمي وفي اللون الابيض، راها خطيره يا البنات، جربوها هذه يعني حصريه على القناه ديالي وفي مناسبه العيد، وحنا معروف علينا تنبغيو نتهلاو في ريوسنا في العيد وهذا، فديروا هاد التبريمات هادو. صافي كناخذ تبريمه بحال هكا وكنديرها للجسم ديالي، كنهضر على الجسم ما كنهضرش على الوجه. صافي وكنحطها هكا، كنطبق واحد يعني واحد طبقه منها على يديا. كما قلت لكم البنات راها كتزيد حتى في الحجم ديال هكا الصبيعات، تنفخ لك هكا الصبيعات ديالك، زوينه صراحه البنات. يعني جربوها وردوا عليا الخبر. شوفان معروف عليه كيف تحلو البشره. واحد الاخت قالت لي فوق الزهره زعما كتكتبي وصفه لتبييض البشره، واصلا البشره ما كايناش شي حاجه اللي كتبيضها، رب يعني كتفتح البشره مثلا، الوصفه كتفتح البشره ولكن باش تبيضها ما يمكنش. عندك الصح وعندك الصح وعندك الصح، وهاد الهضره تنقولها حتى انا، راه الوصفات كيفتحوا من لون البشره، ماشي كي يعني ماشي انت السمراء وغتولي بيضاء، لا، الا كنتي بيضاء كتزيدي تبياضي، كنتي السمراء كترجع لك السموريه الزوينه اللي ما كيكونوش فيها طبايع، ما كتكونش مخلطه، فهمتوا؟ هي راه ما كاينه حتى شي حاجه يعني اللي كتردك بحال القوريه ولا بحال بيضه بيضه بيضه، يعني كتشعلي اولا انت خلقك الله سمراء وغادي ترجعي بيضه بالوصفات هذه، ما كايناش. الوصفات كيساعدوا ان اللون ديالك يتفتح كيتبهج كيرطاب، ما كيبقاوش عندك مشاكل الحبوب، ما كيبقاوش الطبايع، ما كيبقاش الكلف، البشره يعني كتولي فيها واحد النضاره جديده، واحد الاشراقه، فهمتوا شنو كنقصد؟ راه عندك الصح وانا ماشي ضد الهضره ديالك، بالعكس انا مؤيده للهضره ديالك، واصلا هذا الشيء انا كنقوله كما كتشوفوا. المهم دابا ملي كنديروا التبريمه بحال هكا ليدينا او للجسم كامل، كنخليوها حتى كتنشف وعاد كنبرموها ان شاء الله. صراحه زوينه ملي ديريها، حاولي انك ديري ضروري مساج، يعني ضروري، وركزي لي على الصبيعات يعني هكايا، لانهم كيكونوا هكا في داك اللون كحل كما كتشوفوا البنات. جهه المرفقين بزاف البنات كيقولوا لي فاطمه الزهراء عندنا يعني هاد البلايص كحلين، فراه هاد الشيء راه شوفوا البنات، راه هاد المشاكل اللي كيوقعوا لينا في البشره ديالنا راه حاجه عاديه، غير من الجو دابا الصيف وهذا عادي. غير انت الحاجه الوحيده اللي ديري هي انك ما تعكزيش. انا كنشجعكم البنات وبزاف ديال البنات اللي كنشكركم صراحه، كتجيو عندي تقولي لي فاطمه الزهراء درتي فيا الحماس، نو درت زعما كاينه هاد الروتين، اولا درتي فيا الحماس نتهليت فراسي، فمزيان يعني كنبغي زعما كاينه هكايا نحفزكم انكم تهلاو في ريوسكم وتعتنيو بريوسكم، حيت حتى شي وحده ما غاتجي تقول لك اجي اختي نصاوب لك شعرك ولا وجهك ولا، فهمتوا؟ فتهلاو في ريوسكم البنات. المهم انا غادي نخليها حتى تنشف ونعاودو نرجعو ان شاء الله، ما تمشيو فين، خليكم معايا. دابا ان شاء الله غادي نبدا نبرم بعد ما نشفات، راه ملي كتنشف ما كتبقاش تبان في اليد، فبسم الله حدي كنبرم وما حد يعني التبريمه كتهبط لك في واحد اللون يعني اللي داكن شي شويه، لانها كتقشر لك هذوك هذيك القشره الميته وهذا كتحيد لك يعني الاوساخ. صراحه زوينه بزاف بزاف كما كتشوفوا البنات، اللون البنات راه كيهبط مارو، ما كتبقاش التبريمه يعني في داك اللون ديالها الطبيعي، وانما كتغير. فركو مزيان وركزوا لي على البلايص الكحلين وانتم غادي تشوفوا معايا اللون ديال التبريمه يعني كيفاش غادي يولي هنايا فوق الطابله. شوفوا البنات، شوفوا اللون ديالها شحال ولا مغموق، وديجا درت واحد شويه، ها هو شوفوا كيولي مغموق سبحان الله العظيم، لان
لان لابو كتحيد من هذيك الجلده الميته الكحله. ففركو مزيان مزيان. هنا مازال شي شويه خضراء، وانما ماشي مشكل مع هذاك اللي كيكون كارم. يلاه يعني كتجيك في التبريمه، يعني ملي كتبرمي كتجي مجانسه صراحه وكترطب اليد من داك الشيء الرفيع. كنصحكم بها، راه خطيره البنات. جبت لكم شي حاجه اللي واعره وفي نفس الوقت اليديدات ديالك يعني كيتزادوا في الحجم، يعني كيتنفخوا شي شويه. البنات لا يسولوني شحال مره ديريها، بالنسبه لليدين كيف ما درتها انايا ديريها حتى كل نهار، ما كاينش مشكل. ويمكن لك تخلطي يعني خلطه وتخليها في الثلاجه، ما كاينش مشكل. كما كتشوفوا البنات ها نتوما صراحه واعره بزاف صراحه البنات، ننصحكم بها يعني خطيره. ها نتوما شوفوا شوفوا اللون كيفاش تغير ديال هاد الخلطه هذه اللي صوبنا. يعني اللون كان بيض، ها هو قدام عينيكم، يعني كل شيء قدام عينيكم. اللون ديالها كان بيض، ومني تبرمات وخرجت مع خرجت الوسخ وهذا ودوك يعني دوك القشور الميته وداك الشيء. شوفوا اللون ديالها كيفاش تغمق، وحتى اليد يعني كتبان صراحه كي اللون يعني كيتغير. ومازال الا بقيت كنبرم مزيان مزيان، راه عرفتي راه مازال خصني نزيد نبرام. هنايا نركز على هاد البلايص كما كتشوفوا، التبريمات كما قلت لكم حسن من لي ماسك. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي ها نتوما. الغزالات ديالي كما كتشوفوا يعني كلشي بان قدام عينيكم. وريتكم التبريمه يعني اللون ديالها كان في الابيض مني درناها وبرمناها في يدينا، ولا مغموق لان كما قلت لكم كتحيد لك الوسخ، كتحيد لك. واخا تكوني حاكه شي، واخا تكوني مدوشه وحاكه ودرتيها غادي تعطيك نفس اللون، يعني غادي تخرج لك كحله. المهم كنتمنى من الله ان هذا راه مازال ما غسلتش يدي، شوفوا صباعي. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش عاونوني غير بجيم ديالكم. لا بغيت واحد العدد كبير ديال لي جيم في هذا الفيديو، على الاقل واحد 1000 جيم. ما نستاهلهاش زعما نستاهلها ولا ما نستاهلهاش، لكن كنستاهلها قولوا لي في لي كومونتير. وخليوها لا ما كنش كنستاهلها ما نعرف، حتى هي قولوا لي في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ونتمنى من الله ان هادشي اللي كنقدم لكم يعجبكم، وكنبغيكم بزاف وكنشكركم. السلام عليكم، هاد الساعه وراكم دائما في القلب.